11. حلو، عجباني، احلى مني. مش حقيقي، الاصل احلى. وبعدين معاك، احنا مش اتفقنا؟ اتفقنا على ايه؟ اني هقعد احب فيكي كده عمال على بطال لغايه لما تغيري رايك. مختار، احنا بجد لازم نتكلم في الموضوع ده. انا بتكلم بجد. انا عارفه انت بتفكر في ايه وحاسه بيك، بس عشان خاطري مختار ما تخلينيش احس بالذنب ناحيتك. خلاص بسيطة، ما تحسيش بذنب. ما انت بتعمل كده على فكرة داليا. اي واحد بيحب واحدة بيبقى نفسه يوري لها قد ايه هي مهمة وقد ايه هي على باله، علشان يمكن في يوم تحسي بيه. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ يا ست فطنة عقلي، الواد كده هيموت في ايدك. غوري يا ولية بره. شاهين ملوش دم. غوري لغزك بالسكينة. انت بتعملي ده كده؟ الواد هيفطس في ايدك، ارحميني. غوري يا ولية. نهار اسود. ما تخافش، استرجل ياض وانشف كده. امك هي اللي واطيه، عايزه تحبسني في البيت ده، عايزه تقعد تتفرج عليا وانا متشوهه. هقتلها، فاهم؟ الو، ايوه فردوس، مالك؟ في ايه؟ ابني. مالك؟ ابني. داليا، داليا، هقول لهم سبحان الله. بس
سهلة جدا. يلا يلا عشان تلبسي أحلى فستان عندك أخرجك خروجة تنسي الدنيا بعدها. آه يلا سيب السكينة دي. يلا عشان نخرج. يلا هنخرج خلاص. يلا تعالي خلاص. الأمير ايوه حبيبي مش هرحمك على اللي عملتيه. سامعة؟ مش هرحمك يا فتون. ماشي يلا يلا عشان تغيري عشان نخرجي. انا هغير وارجع لك على طول. انا مستنيكي. اديتوني بكل سهولة. تعالي تعالي. حقك عليا يا حبيبي. حقك عليا. روح قلب امك. همشيها من البيت. انا اسفه ان انا سبتك معاها. خلاص بقى الواد مرعوب. كفايه. كنت عايزه تقتله يا مختار. كنت عايزه تذبح ابني. ما اظنش كانت هتعمل كده. عامة ربنا ستر وهي ادتني الولد بكل سهولة. أيوة سعد. لا مفيش حاجة الحمد لله. موقف سخيف وعدى. لا ما أظنش داليا هانم هتيجي الشركة النهاردة. هكلمك أنا هجيلك أنا. يلا سلام. شركة إيه؟ لا أنا عايزة أقعد مع ابني. مش هنزل الشركة النهاردة. ماشي لو مش عايزه تروحي بكره كمان ما تروحيش بكره. يا ريت استلم كل حاجه واختار في الشركه الفتره دي لغايه ما اعصابي تهدى شويه. حاضر. بس الموضوع الحمد لله عدى على خير اهو. مش محتاجه بقى اعصاب. لا محتاج. بقول لك انت عايزه تقتل ابني. دي مجنونه. ماشي. معلش يا مختار انا اسفه. عايزه اقعد مع ابني لوحدي. حاضر. لو احتاجتي حاجة كلميني. متشكرة أوي يا مختار. حبيبي يا حبيب قلب أمك أنت يا حبيبي. هي روحي وريني. الشركة اسمها الاتحاد. وهي شركة كبيرة جدا في الخليج وبتشتغل في المركزات الغذائية زي المربات والعصاير وحاجات تانية كتيرة زي دي. الشركة دي بقالها 3 سنين في السوق وفي الفترة القليلة دي قدرت تعمل سمعة هايلة ليها. هم عاوزين يبنوا مصنع في مصر هنا وطالبين تحديد ميعاد معانا. فياريت حضرتك تبلغ مدام داليا وتشوف الميعاد اللي يناسبها. حاضر. بعد 4 أيام يوم الاثنين مثلا. بس داليا مش هتكون موجودة. هنقعد معاهم وهنشوف شروطهم ايه ونتفق على النقط الرئيسيه الاول وبعد كده نبقى نقولها. بكره يا فندم لجنه الاستلام هتنزل الكومباوند عشان محضر استلام التشطيبات لازم يتمدي. ما انا عارف. هم يخلصوا بس التقرير والاجراءات تمشي عادي.